السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل البقلاويز او الجندفلي. زي ما انتوا شايفين ده جندفلي بلدي، هتلاقوه صغير شوية، ده بيبقى بلدي. طبعا احنا هنا من السواحل، من راس البر، عندنا جميع انواع البقلاويز وجميع انواع الاسماك. زي ما انتوا شايفين، اما بنجيبه بنقعه شوية كتار في مية، وعود اغير المية واكبها واغيرها عشان اضمن ان الرمل اللي فيها كله ينزل، والواحدة اللي بتبقى بايظة فيها اللي ما بتتفتحش دي ترميها على طول، تعرف ان هي بتبقى في قلبها كلها رمل ومش ماهيش لحم. زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت، كل اللي معايا مفتح ازاي، يبقى الجندفل اللي معايا كويس. زي ما قلت لكم، كل 10 دقايق بغير عليه المية لحد ما اضمن نضف كويس والرمل اللي فيه نزل. ودي طبقنا بعد ما خلص في الاخر. تعالوا يلا نصلي على رسول الله ونبدأ ونشوف هنعمله ازاي. معايا بصلاية كبيرة وحط عليها مفرومة، حط عليها شوية كمون وملح وفلفل وبابريكا، ما فيش اكتر من كده. بهمكها بايدي كده زي ما انتوا شايفين في الطريقه دي. دي بتخلي الشوربه بتاع الجندفلي لها طعم جميل. حبايه طماطم صغيره خالص، وبقلبهم كلهم مع بعضهم كده، ودي تبقى الخلطه دي جاهزه معانا الجندفلي. حل على النار، حطيت فيها معلقه زيت، بقلب كده بقلبه كده مع بعضه خالص زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. شايفين كله مفتح ازاي؟ ده نص كيلو جندفلي او بقلاويز زي ما احنا هنا بنقول، ودمياط. بدأ لونه هو يتغير، هقعد اقلب فيه شوية كده عشان يشرب من الزيت. انزل بقى بالخلطة اللي معايا ديت، طبعا تخلي بالك من الملح. اقلبها كويس واسيبها شويه كتار، اقلبها كده عشان تشرب التتبيله بتاعتها قبل ما ازود لها الميه اللي هتستوى بيها. زودت لها الميه زي ما انتوا شايفين، وهسيبها هو ما بياخدش وقت على النار، وهسيبها تشربي احلى شويه شوربه سيفود. الطماطم ده اختياري، ممكن ما تحطيش طماطم خالص، وممكن تقللي برضو البصل براحتك خالص. وده طبقنا بعد ما خلص. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعل الجرس وبعتيها لكل اصحابك. دي اسرع واسهل طريقه لعمل الجندفلي. وباذن الله في فيديو جديد هنعمل الجمبري، واشوفكم على خير يا رب، ومع السلامه.